عبد الحليم قنديل قال: أنا اتولدت علشان أسيب أثر في الحياة، وعلشان يكون لي خصوم ومريدون. أنا أكره دائما المناطق الرمادية. حضرتك قلت المقولة. طبعا أنا أكره المناطق الرمادية، وأكره فكرة أن يكون المرء بلا لون ولا طعم ولا رائحة. في ناس كتير لهم هذه الطبيعة، وبالمناسبة هؤلاء يكونوا في مأمن في كل العصور مهما تبدلت السلطات. في مثل شعب مصري، طب يمكن مجبورين على ان هم يبقى اللي يتجوز امي يبقى عمي. ففي ناس بتتعامل سواء من الصحفيين او من السياسيين او من اللي موجودين في العمل العام بهذا المنطق تماما. اي حد يركب ويبقى حاكم احنا لازم نبقى وراه بالطبيعه. وفي تراث شعبي بالمناسبه بيؤيد هذا النوع من التفكير. يقول لك اللي مالوش كبير يشتري له كبير، مش عارف ايه، حاجات كده يعني. ما التراث الشعبي ده فيه اشياء صح برضه واشياء غلط، ومش مقدس يعني. الفكره الاساسيه في الكلمات التي ذكرتيها انه يعني حضرتك انا لم ارد ان اكون عايز يبقى عابرا اثر في الحياه في علشان كده انت معترض. هل انا معترض فانا كده تركت اثر في المكان او ان انا موجوده او خلقت لاعترض؟ ها، خلقت لاعترض؟ خلقت لتعترض. ماشي ماشي، خلقت لايك اتبين وجوه. بتحس ان انت مرتاح نفسيا؟ وجوه القبح. لا، يرتاح المرء نفسيا حين يكون هو نفسه، لا ان يزيف نفسه. بقدر ما تخلص لضميرك تخلص مع الناس. الصدق ده عبد العدوى، حين تكون صادقا مع نفسك يصدقك الناس. اكيد ماشي. انما حين تكون مفتعلا مزيفا هتنتهي. لان في بعض الناس هيعجبوا بعض الوقت. انا عندي نماذج مثلا، ولاننا لسنا في مقام التشهير الشخصي لن اذكر اسماء، لناس حازوا شعبيه هائله جدا ثم بشك الدبوس ايوه انتهت. انت عشان تبني المصداقيه كريديبيليتي اللي هي العنصر الاساسي في تكوين الاعلامي او الصحفي او حتى السياسي، لابد ان تشفع الاقوال بالافعال. بمعنى ان انت ما ينفعش ان انت في يوم يكون لك موقف فلاني وبعدين تقول اصل الدنيا اتغيرت فبقى ليا الموقف التاني. في فرق بين التطور والتغير، يعني ان تضيف لموقفك اطارا اخر غير ان انت تغيره. هنا الاثر في الحياه، الاثر في الحياه هو 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 اصلا قيمه الانسان هي كده. انت عارفه الانسان اضعف الكائنات. اضعف الكائنات من الزاويه التاليه: هو الكائن الوحيد الذي يعرف يقينا انه صائر الى موت، عارف كويس قوي انه في الاخر هيموت. ماشي، ولو حدق بعينيه في هذه الحقيقه التي يعرفها ما فعل شيئا على الاطلاق. هيتشل، لكنه رغم معرفته بهذه النهايه هيوصل للموت، لكن معرفته بهذه النهايه بيكافح وينافح ويدافع ويخلص. طيب ليه؟ لكي يترك اثرا. طيب هذا الاثر عند بعض الناس انه يمتلك فيلا مثلا او انه يلم فلوس. لا دي مصلحه شخصيه ومش لا ما هي عندي لا الاثر موجود. المال، البنين، الكذا. انا اختياري في هذه الحياه ان اترك اثرا من النوع اللي هو يقر في الوجدان. بمعنى لما قلت مثلا نقد الرئاسه ورفع السقف الحريه للسماء، ده وجدت اجيال بعد كده ما عادش عندها. الان لما تيجي صحفي او واحد بيكتب في اي مكان وينتقد الرئيس هو لم يرتكب شيئا خارقا. ليه؟ لانه صار على طريق من سلكه الناس من قبل، ابديته. وهكذا هذا هو معنى الاثر. الاثر عندي كمان واخد معنى رسالي، بمعنى انا ببساطه شديده جدا شخص لا يبهرني لا مال ولا سلطه، ولا عمري حسيت ان واحد عنده حاجه انا عاوز ابقى زيها. طب ايه اللي يبهرك؟ لكن الذي يبهرني الذي يبهرني ان اللي بيحصل معايا يوميا يقابلني واحد بسيط جدا في الشارع، وناس كتير جدا بتقابلني في الشارع لاني ما عنديش عربيه اصلا. فعشان كده في تفاعل مباشر مع الناس يقول لي: يا استاذ عبد الحليم انا عاوز اشكرك، انت راجل محترم، راجل صادق. بس هو انا خدت جايزه من ايطاليا، جايزه الصحفي الدولي، انا لم اذكرها على وجه الاطلاق في اي حوار. ليه؟ الجايزه الحقيقيه التي اخذها الناس ليه خصوم اقوياء هم غالبا ذوي المال والسلطه. اللي انت بتعترض عليهم؟ هم دول اللي بيبقوا ضدك. هم مش خصوم عشان انا بيني وبينهم علاقه شخصيه، انا أكيد. ليست بيني وبين اي احد اي علاقه شخصيه. تمام. اي علاقه شخصيه، من اي نوع. وبعتبر ان دستوري منذ بدات الكتابه ابتعد عن ثلاث فئات. ايه هم؟ الاغنياء. الاغنياء والسفراء والوزراء.
ثلاث فئات دول لا تعاشرهم. ها؟ لا تعاشرهم ولا لا تنقدهم ولا لا؟ لا لا يعني لا تعاشرهم، لا تقترب منهم، يعني لو حد دعاك لعشاء منهم ما تروحش. ليه؟ عشان ما تضطرش لكي تظل محتفظا بالمسافة التي تكفل إخلاص ضميرك. تمام. لكي لا تحس بالحرج إذا أي أحد. ما هو برضه أحيانا بعض العلاقة بيخلق لحرج، والحرج بيطمس جزء فيما صورت من نزاهة رأيك واستقلاليتك. أيوه. ها؟ الشيء الآخر، فهنا ده الأصل. أما الخصوم فالخصوم لا أفتعلهم. يعني هم أنا موجودين بطبيعة الحال، موجودين بطبيعة الحياة. ربنا بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الحياة مؤسسة أساسا على التدافع. ففكرة في خير وشر وظلم وعدل سيظل ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بس في النهاية أنت طرف، فخصومك بالنسبة لي أنا بالمطلق شايف أن الإسلام هو العدل، يعني والمعياري في النظر للأشياء هل هذا عادل أم ظالم. أيوة. يعني بمعنى أنا ما ببقى في مجتمع 1% بملك نصف الثروة و 9% بملك الربع و 90% بملك الربع الباقي. لازم أبقى مع 90% مع التدافع الأغلبية. لازم أبقى مع 90%، مش لأنهم أغلبية فأنا بحتمي بالأغلبية، هم لأنهم هم المظلومون. لأنهم المظلومون. اتنين، لما أشوف النظام الضريبي 90% الفقراء هم اللي بيدفعوا 90% من الضرائب، واللي بعد كده ما بيدفعوش لان مفيش نظام ضرائب تصاعديه، وبتشال ضريبه البورصه وبتشال ضريبه الثروه وبتشال الضريبه الاجتماعيه، يبقى اذا انت ازاء حكم او سلطه منحازه للاغنياء، فلازم تقف ضد ده. هي دي الفكره، مش ان انا بختار كده يعني اختيار عشوائي بلعب لعبه بازل. علشان كده حضرتك قلت انه بترفض انه الفقراء والطبقات الوسطى تتحمل ثمن السياسات الاقتصاديه الخاطئه. في مثل شعبي بسيط يا استاذه بيقول خذ من كل برغوت على قد دم. مثل شعبي بسيط جدا، نتاج حكمه مختزنه. البلد في ازمه طبعا. قولا واحدا، انا عشان اخرج من الازمه اعمل حاجه اسمها عداله توزيع الاعباء. بمعنى مش كله على دماغ الفقراء والطبقات الوسطى، بمعنى اقعد اشيل الدعم، يعني دعم ايه؟ عاوز اخفف موازنه الدوله، اقعد اصرف عليهم، كذا، عاوز كذا، عاوز كذا. ايه النتيجه؟ ما النتيجه قدامنا، النتيجه قدامنا. ويجب ان المرء، في مثل بيقول لك المجرب المجرب، احنا جربنا الصندوق ده قبل كده، جربناه في نهايه الثمانينات، وجربناه في 2003 لما عملنا تعويم الجنيه. الناس بتنسى، الناس بتنسى بعض ذواكر الناس كذواكر السمك، ذاكره السمك كام ثانيه كده، بتنسى اللي حصل قبل كده. وقتها كان الدولار ب 3 جنيه ونص. صبحنا اول يوم الصبح في يناير 2003 كان وقتها عاطف عبيد رئيسا للوزراء، وجمال مبارك كان وراء هذا القرار باعتباره معبرا عما كان يسمى اوقاتها بالفكر الجديد. يا عم اضرب. فبقى ب 7 جنيه تاني يوم. ماشي. بعد ذلك جت بعد شويه بقى الدولار ب 5 جنيه و40 قرش، وظل على هذا المستوى حتى ثوره يناير. ايه اللي خلاه على هذا المستوى؟ انه بعد كده في خطوه لازمه بقى، الخطوة المكملة التي تكمل، ان انت تبيع الاصول، تبيع الارض وتبيع المصانع، امال هتسدد الدين ده ازاي؟ بيتكرر دلوقتي لو نتامل اللي بيجري نفس الكلام. الجنيه كان رسميا، الدولار كان رسميا ب 9 جنيه، 3 تمانيات، 888. صبحنا تاني يوم الصبح سعر السوق السوداء بقى سعر السوق البيضاء ب 18 جنيه ولا يزال عند هذا المستوى الى اللحظة التي نتحدث فيها. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ديونك للخارج، الديون الخارجيه اللي هيتحملها احنا وهتحملها اجيالنا المقبله، كانت في يوليو 2016 الجاري 55.5 مليار دولار، قيمتها بالمصري وقتها كانت 489 مليار جنيه. دلوقتي بقت نفس الديون دي قيمتها فوق التريليون جنيه، يعني انت ضاعفت الديون. يعني انت اللي بتقول لي اصلا انا بخفف عبء الموازنه، زودت الى الضعف تكلفه خدمه الديون. اتنين، لما انت رفعت الدولار رسميا دلوقتي بقت الدنيا كلها لو بنتابع الاخبار بدقه ونعرف مغزاها يقول لك ايه؟ وزير الكهرباء قال لك ده فاتوره الكهرباء، فاتوره دعم الكهرباء اللي كانت ب 30 مليار جنيه بقت دلوقتي ب 60 مليار جنيه، يعني الدوله بتدفع اكتر. ايوه. ها؟ يعني بتضاعف عجز الموازنه. ثلاثه، اللي كل الدنيا عارفاه بقى، اللي هو ان كل المصريين او اغلب المصريين
اللي احنا بنقول عليهم غير القادرين او محدودي الدخل، كانهم مجموعه صغيره قد كده، ها هم 90% دولت يعني بيحصل صهر لاغلب المصريين في محارق البلد.